كانوا كلوب افريكا ولعب في العديد من الانديه، وعمار بوردين لاعب الثوره سابقا والمولوديه، وحده في الشباك يا عمار، وحده يا مختار، من سينفذ؟ عمار بوردين قويه يا عمار يا عمار، مرت على يسار حائل لكن من حضر الممتع البارع المبدع المميز بالخير، واحده من اروع مباريات الشباب حضر بشكل رائع ليتابع هنا المتالق بوردين وكوتشينغ المدرب الكوكي قد حاضر في هذا الشوط الثاني، لا باس ديسيزيف التمريره الحاسمه حضرت من قبلي بالخير وبقدم يساريه قويه بوردين بشكل رائع.